بيبدأ الفيلم بزعيم عصابة اسمه سايروس، واللي بيكون في مزاد على لوحة فنية نادرة جدا. وبنعرف ان المزاد ده بيتعمل في اسبانيا، ولكن اللوحة موجودة في لندن. وبيظهر ان في 2 من فريق سايروس موجودين في لندن علشان يسرقوا اللوحة، والاتنين دول اسمهم لوك وماجنوس. وبيتواصل سايروس معاهم وبيتأكد ان لوك مستني في القارب بتاعه، لحد ما ماجنوس يسرق اللوحة من الخزنة وبعدها يهربوا سوا. وفي مكان تاني بيكون في محققة من الانتربول اسمها ابي، وبتكون بتراقب كل اللي بيحصل. وبيظهر ان ابي عندها معلومات بعملية السرقة اللي هينفذها سايروس. وفي المزاد بيزايد سايروس على سعر اللوحة، وبيكون في شخص اسمه مولي بيزايد قدامه في السعر، لكن سايروس بيزود المبلغ لحد ما بيوصل ل$20 مليون. وبيتم اعلان بيع اللوحة لسايروس. وفي نفس الوقت بتقدر واحدة من عصابة سايروس اسمها مين ان هي تخترق انظمة الحماية، وبتشغل جهاز الانذار في المكان، وبتحصل فوضى كبيرة، وبسببها بيتم وقف عملية البيع. فبيستغل سايروس الفوضى اللي بتحصل وبيروح لصاحب اللوحة، وبيقول له ان هو دفع له $20 مليون ولكنه ما استلمش اللوحة بسبب الاختراق اللي حصل. وبيقدر سايروس ان هو يقنع صاحب اللوحة ان هو يروح معاه في رحلة على اليخت بتاعه، لحد ما يتم تسليم اللوحة. فبيوافق صاحب اللوحة وبيروح معاه، وبيخرجوا سوا من المكان. وفي لندن بيوصل ماجنوس للخزنة اللي فيها اللوحة، وبيقدر ان هو يفتحها وبيسرق منها اللوحة وبيحطها في انبوب معدني، وبيرميها اللوك اللي بياخدها وبيهرب بيها بسرعة. وفي اسبانيا بتكون في واحدة من عصابة سايروس اسمها كاملة مستنية في القارب. فبيجي سايروس ومي ومعهم صاحب اللوحة، وبيركبوا في القارب وبتهرب بيهم كاملة بسرعة من المكان. وفي نفس الوقت ده بتقتحم ابي المتحف، وبتفضل تدور على سايروس وعصابته لحد ما بتشوفهم بيهربوا بالقارب. فبتركب واحد من القوارب اللي قدامها وبتطارد سايروس واللي معاه، ولكن كاملة بتقدر تسوق القارب بسرعة وبمهارة جديدة وبتهرب من ابي. وبعدها بيوصل سايروس واللي معاه لليخت، وهناك سايروس بيقول لصاحب اللوحة ان هو قدر يبيع اللوحة في السوق السوداء وباعها ب $89 مليون. وبيفهموا ان عملية البيع اللي تمت مزيفة بالكامل، ده غير ان هو قدر يسرق اللوحة من لندن. ومش فاضل غير ان صاحب اللوحة يديله الرموز الخاصة بتقنية NFT اللي موجودة في اللوحة، وده علشان سايروس يقدر يتمم عملية البيع. وفي المقابل سايروس هيدي صاحب اللوحة $40 مليون. فبيفرح صاحب اللوحة وبيوافق ان هو يدي الرموز لسايروس. وبعدها بيسهروا سوا وبيحتفلوا بالاتفاق اللي تم بينهم. وتاني يوم بتكون ابي في مقر الانتربول، وبتقابل رئيسها اللي اسمه هيكسلي. وبتتفاجئ ابي ان هيكسلي بيطلب منها تقابل سايروس وتقنعه ان هو يشارك معاهم في مهمة من مهمات الانتربول، وده في مقابل اسقاط كل التهم اللي عليه هو ورجالته. وبيشرح هيكسلي المهمة لابي، واللي بتكون عبارة عن عملية سرقة لحمولة من الذهب تخص رجل اعمال اسمه لارس. وبيقول لها هيكسلي ان لارس ده هينقل الحمولة في طيارة من لندن لمدينة زيورخ في سويسرا، وده علشان هيسلمها لعصابة ارهابية من الهاكرز. وبتعرف ابي منه ان لارس اتفق مع عصابة الهاكرز دول انهم يخترقوا انظمة البنية التحتية في مدينة من مدن اوروبا، وان هم يعطلوا انظمة التحكم في المية ويغرقوا المدينة بالكامل. وبالتالي هيقدر لارس ان هو يسيطر على البورصة ويتحكم في الاسهم ويكسب مليارات من الدولارات. ولكن بيظهر ان ابي مش موافقة ان هي تتعاون مع سايروس، ولكن هيكسلي بيفهمها ان هم ما عندهمش حل تاني، خصوصا وان الانتربول بقاله فترة بيراقب لارس وما قدرش يلاقي اي دليل ضده، وما فيش قدامهم غير ان هم يبوظوا صفقة لارس مع عصابة الهاكرز. وبكده هترفض العصابة التعاون مع لارس والعملية مش هتتم. فبتقتنع ابي بكلامه، وبالليل بتروح لسايروس في بيته وبتعرض عليه الموضوع. وبنعرف هنا ان ابي كانت بتجمعها علاقة صداقة بسايروس، ولكن الكلام ده من فترة طويلة لما كانوا في باريس. وقتها ابي ما كانتش تعرف ان سايروس يبقى زعيم عصابة اجرامية، وان هو استغلها علشان ينفذ واحدة من عمليات السرقة اللي بيقوم بيها. وبيحاول سايروس ان هو يفكرها بالايام اللي قضوها سوا، ولكن ابي بترفض كلامه وبتطلب منه يقول رأيه في المهمة اللي هي عرضتها عليه وبس. فبيوافق سايروس، ولكن بشرط ان ابي تشارك معاه في المهمة. فبتضطر ابي ان هي توافق لان هي ما عندهاش بديل تاني. وتاني يوم سايروس بيقابل زمايله في العصابة وبيعرض عليهم المهمة. وبالرغم من صعوبة المهمة الا ان كل فريق سايروس بيوافق، وده لما بيعرفوا ان سجلهم الاجرامي هيختفي نهائي. وبتبدأ ابي تشرح لهم تفاصيل المهمة، وبتقول لهم ان لارس هينقل الذهب في طيارة خاصة، وان هم لازم يسرقوا الذهب قبل ما يوصل لعصابة الهاكرز. وبعدها بيحط سايروس وزمايله خطتهم، وبيقرروا انهم يسرقوا الطيارة اللي هتنقل الذهب، وده هيتم من خلال استخدام طيارة تانية هتطير بيها كاملة تحت الطيارة اللي بتنقل الذهب. وفي نفس الوقت هتخترق مية انظمة المراقبة وهتتحكم في اشارات الرادار علشان تخفي طيارتهم من على شاشات المراقبة الجوية. وفي الوقت نفسه هيحولوا مسار الطيارة اللي بتنقل الذهب علشان تهبط في مطار خاص تابع ليهم. وبمجرد ما هتوصل الطيارة للمطار هيفتح ماجنوس خزنة الطيارة
الطيارة وهيستولى على الذهب، وبعدها هينقلوا الذهب بالطيارة الخاصة بتاعتهم. وأول حاجة بيكونوا محتاجينها في خطتهم هي طيارة خاصة، فبيروح سايروس لمولي رجل الأعمال اللي كان بينافسه في المزاد، وبيعرض عليه إن هو يشتري منه طيارته الخاصة. فبيتريق عليه مولي لأن هو مش هيقدر يدفع ثمن الطيارة، وده لأن مولي عمل إمكانيات إضافية في الطيارة بتاعته، زي إن جسم الطيارة فيه شاشات بيقدر يعرض عليها أي حاجة هو عاوزها. لكن مولي بينصدم لما بيعرف إن أبي تبقى من الإنتربول، وإن هو اعترف قدامها بمخالفته للقانون الدولي للطيران، لأن هو عمل إضافات على الطيارة بتاعته بدون تصريح حكومي، وبالتالي هي ممكن تقبض عليه وتصدر الطيارة كلها، ولكنها تكتفي إن هي تصدر الطيارة وبس، ومش هتقبض عليه. وبتنجح خطة أبي وسايروس في الحصول على طيارة مولي، وبياخدوا الطيارة على مقر سري، وبيبدأ فريق سايروس إن هم يعملوا تعديلات على الطيارة علشان تناسب المهمة، فبيغطوا هيكل الطيارة بقطعة من معدن معين، والمعدن ده بيساعد على عدم ظهور الطيارة على أجهزة الرادار، وبيزرع لوك في جسم الطيارة عدد كبير جدا من الكاميرات، وده علشان تساعد كاملة أثناء قيادتها للطيارة. وبعدها بتروح قابل واحد من أصدقائها اسمه هاري، واللي بيشتغل في برج المراقبة الجوية لمطار زيوريخ، وبتتفق معاه إن هو يضل القائد الطيارة اللي هتنقل الذهب، ويخليه يغير مساره وينزل بالطيارة في المطار الخاص بيهم. فبيعترض هاري على تنفيذ المهمة، وده لأنه ممكن يخسر شغله ومستقبله هيتدمر، فبيعرض عليه سايروس $1,000,000 في مقابل إن هو يساعدهم. فبيفرح هاري بالمبلغ ده وبيوافق بدون تردد. وبيجي يوم تنفيذ العملية، وبيركب سايروس وقاب الطيارة اللي هتنقل الذهب، وبيكون معاهم مي ومانجوس ودانتي، وبيلاحظوا كلهم إن في مجموعة من رجالة لارس موجودين على الطيارة، وده علشان يحموا سبائك الذهب اللي في الخزنة بتاع الطيارة. وبيتواصل سايروس مع فريقه وبيتأكد إن كل واحد في مكانه، ولكنه بينصدم لما بيعرف إن لوك مركبش معاهم الطيارة، وده لأن لوك غير رأيه وقرر إن هو مش هيشارك معاهم في المهمة. فبتقرر أبي إن هي تقوم بدور لوك في العملية، وفي الوقت ده بتكون كاملة في الطيارة التانية، وبتكون طايرة ورا طيارة الذهب. وبعد شوية بتقرب طيارة الذهب من مطار زيوريخ، فبيدي سايروس أوامر الفريق إن هم يتحركوا. فبيروح مانجوس عند خزنة الطيارة، وبيبدأ يحل شفرة القفل بتاعها علشان يفتحها. وبعدها بتقوم أبي من مكانها وبتروح الحمام، وبتجمع جهاز التشويش على الإشارة علشان تخفي طيارة كاملة لما تقرب من طيارة الذهب، لكن الجهاز بيقع منها على الأرض وبيتفكك. فبترتبك وبتحاول إن هي تجمعه بسرعة، وفي اللحظة دي بيقلق عليها سايروس لأن هي اتأخرت، فبيروح لها وبيساعدها في تجميع الجهاز. وفي نفس الوقت ده بتقدر كاملة إن هي تطير تحت طيارة الذهب بنفس سرعتها. وبتتكلم مي مع هاري في برج المراقبة علشان يدي تعليماته لقائد الطيارة إن هو ينزل في المطار الخاص بيهم. فبيتكلم هاري مع قائد الطيارة وبيعرفه إن في ظرف طارئ حصل في مطار زيوريخ، وبيوجهه ناحية المطار الخاص بسايروس علشان ينزل فيه. وبعدها بيخرج سايروس وأبي من الحمام، وبيشك فيهم واحد من رجالة لارس اللي على الطيارة، وبتعلن في الوقت ده المضيفة للركاب إنهم هيضطروا ينزلوا في مطار تاني. فبيفهم رجالة لارس إن هم بيتعرضوا للسرقة، فبيروح واحد منهم وبيهدد المضيفة علشان تبلغ قائد الطيارة إن هو لازم يكمل لمطار زيوريخ، لكن سايروس بيهجم عليه، وفي نفس الوقت بتهجم أبي على الرجل التاني، وبتدور بينهم معركة قوية، ولكن أبي وسايروس بيقدروا يسيطروا على رجالة لارس وبيفقدوهم الوعي، وبيتحركوا ناحية خزنة الطيارة. وفجأة بيظهر كوماك مساعد لارس وبيرفع عليهم السلاح، وفي اللحظة دي بتهبط الطيارة على المطار الخاص، وبيكون المدرج عليه تلج وبتفقد الطيارة توازنها، ولكن الطيار بيقدر يسيطر على الطيارة وبيهبط بيها بعد ما بتكون اتضررت. وفي نفس الوقت بتهبط كاملة بالطيارة على نفس المدرج، وبتقف ورا طيارة الذهب بالظبط. وفي الوقت ده جوه الطيارة بيكون كوماك وباقي رجالة لارس قبضوا على سايروس وأبي وماجنوس، وبيكونوا كشفوا الخطة كلها. فبيتصل كوماك بلارس وبيحكي له اللي حصل، فبيأمره لارس ان هو يغير مسار الطيارة ويتحرك بيها فورا على بيته في إيطاليا. فبياخد كوماك ورجالته سايروس وأبي وماجنوس، وبيروح على طيارة كاملة، وبيوجه كوماك سلاحه ناحية كاملة، وبيأمرها ان هي تركب الطيارة وتستعد للطيران في اتجاه ايطاليا لحد ما هم ينقلوا حمولة الذهب لطيارتها. فبتقول له كاملة ان الطيارة مش هتستحمل الحمولة دي كلها، فبيأمر كوماك واحد من رجالته ان هو ياخد ماجنوس لمكان بعيد ويقتله. وبيقول كوماك لكاملة ان الحمولة كده بقت اخف، وان لو هي عايزة الحمولة تخف اكتر هو ممكن يقتل باقي زمايلها. فبتضطر كاملة ان هي تركب الطيارة وتنفذ كلامه. وفي الوقت ده هيكس اللي بيعرف اللي حصل وبيعرف ان رجالة لارس سيطروا على الطيارة، فبيدي اوامره المساعد بتاعه بالبحث عن الطيارة فورا. وبعدها بتكون كاملة اتحركت بالطيارة في اتجاه بيت لارس، واثناء الطيران بتيجي الكاملة فكرة ذكية، واللي هي انها تزود سرعة الطيارة وتميل بيها فجأة، وده علشان تتخلص من المعادن اللي على جسم الطيارة، وبالتالي
الطيارة هتظهر على أجهزة الرادار ويقدر الانتربول ان هو يعرف مكانها، وبتنجح خطة كاملة والطيارة بتظهر على الرادار فعلا، وبيقدر هيكسلي ان هو يشوفها. ولكن هيكسلي بيتصل بالقوات الجوية وبيبلغ عن الطيارة وبيقول ان هي طيارة عليها ارهابيين، وبيطلب منهم تفجير الطيارة في الجو. وبيظهر هنا ان هيكسلي مش مهتم باي حاجة غير ان الذهب ده ما يوصلش لارس. وفي الوقت ده بيقدر ماجنوس ان هو يتخلص من الرجل اللي كان هيقتله وبيهرب منه بسرعة. وفي ايطاليا بيكون لارس بيستقبل زعيمة عصابة الهاكرز وبيعتذر لها عن التعديل اللي حصل في الخطة، وبيعرفها ان الطيارة اللي عليها الذهب على وشك الوصول. وفي الطيارة كاملة بتنصدم لما بتلاقي طيارات مقاتلة بيطلبوا منها تستسلم فورا، وإلا هيفجروا طيارتها في خلال 60 ثانية. لكن كوماك بيمنع كاملة من ان هي تتواصل مع الطيارتين، وبيطلب منها تزود سرعتها وتكمل في طريقها. لكن ابي وسيرس بيهجموا على كوماك واللي معاه، وبيدخلوا معاه في قتال شرس جدا. وبتستخدم ابي جهاز التحكم وبتكتب على الشاشة الموجودة على جسم الطيارة رسالة، وبتقول فيها ان في مدنيين على الطيارة. وبتلف كاملة بالطيارة علشان الطيارات المقاتلة تشوف الرسالة، وبمجرد ما الطيارات المقاتلة بتشوف الرسالة بتلغي المهمة وبتنسحب. وبعدها بتشغل كاملة الطيار الالي وبتهجم على واحد من رجالة لارس وبتفقده الوعي، ولكنها بتتصف ايديها والطيارة بتفقد توازنها وبتتجه ناحية الارض. وفي اللحظة دي ابي بتلاحظ ان كوماك موجود عند باب الطيارة، فبتستخدم جهاز التحكم وبتفتح الباب. وفي نفس اللحظة سيرس بيضرب كوماك وبيرميه برا الطيارة، وبعدها ابي بتقفل الباب تاني. وبيروح سيرس وابي لكابينة القيادة علشان يطمنوا على كاميلا، وبيتفاجئوا ان كاميلا اتصابت في ايديها ومش هتقدر تتحكم في الطيارة. فبيتحرك سيرس بسرعة وبيقدر يحافظ على توازن الطيارة من تاني. وفي اللحظة دي بتكون الطيارة وصلت عند بيت لارس، وبتدي كاميلا تعليمات الهبوط بالطيارة لسيرس، ولكن سيرس بيهبط بالطيارة بطريقة سيئة جدا، وبيكون على وشك ان هو يخبط في بيت لارس، ولكن الطيارة بتقف قدام البيت في اخر لحظة. فبيجري لارس ورجالته ناحية الطيارة بسرعة، وبيمسك لارس سلاحه وبيهدد بيه سيرس وكاميلا وابي. ولكن زعيمة عصابة الهاكرز بتقرر ان هي تلغي المهمة، وده لان هي جات لها معلومة ان الانتربول عارف بكل حاجة بتحصل. فبيحاول لارس يفهمها ان هو مسيطر على الوضع، لكنها بتصمم على رأيها فبيضربها بالرصاص وبيقتلها. وبعدها بتوصل القوات الإيطالية للمكان وبيرفعوا أسلحتهم ضد لارس، فبيقول لهم لارس ان ده بيته وان سيرس واللي معاه اقتحموا البيت وقتل واحدة من ضيوفه. فبتوجه قوات الشرطة أسلحتها ناحية سيرس وزمايله، ولكن سيرس بيشغل الشاشة اللي في جسم الطيارة، وبيتضح ان الكاميرات اللي في الطيارة سجلت كل اللي بيحصل. وبتشوف قوات الشرطة تسجيل الكاميرات اللي بيظهر فيها لارس وهو بيقتل زعيمة العصابة، فبيقبضوا عليه هو وكل رجالته. وبعدها بتيجي طيارة هليكوبتر وبينزل منها هيكسلي ورجالته، وبتعرف ابي من واحد من زمايلها ان هيكسلي هو اللي طلب من القوات الجوية تفجير الطيارة. فبتروح له ابي وبتضربه على وشه وبتديله الشارة بتاعتها وبتقوله ان هي مستقيلة من شغلها. وبعدها بتروح لسيرس وكاميلا وبتركب معهم القارب وبيمشوا كلهم من المكان. وبعد اسبوع بيكون سيرس في عربيته مع ابي، وبيحكي لها سيرس ان هو سرق الذهب من الطيارة، وان هم شحنوا كمية مزيفة من الذهب على نفس الطيارة اللي كانت بتنقل الذهب بتاع لارس، وان ماجنوس قدر يبدل الشحنتين وحط الشحنة المزيفة في خزنة الطيارة، ورمى الشحنة التانية من الطيارة علشان يستقبلها لوك، وقدر لوك يتحكم فيها ويوجهها ناحية المكان اللي هم عايزينه. وبعدها بيوصل سيرس وابي لمكان معين قدام النهر، وبيكون كل زمايلهم متجمعين فيه. وبياخد سيرس جهاز التحكم من لوك وبيديه لابي علشان تستخدمه، واول ما ابي بتدوس على زرار معين في الجهاز ده بتطلع شحنة الذهب من تحت المية. فبيفرح سيرس وابي وكل زمايلهم لان هم كده بقوا اغنياء جدا. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لايك للملخص ده لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلم تشينو علشان تتابع الملخصات الجديدة، وتقدروا تقترحوا علينا مسلسلات وافلام نلخصها في التعليقات. ويلا سلام.